مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. وضع المجلس الرئاسي اشتراطات للمشاركة في مفاوضات دعا إليها المبعوث الأممي في الملف الاقتصادي، محذرا ميليشيا الحوثي من العودة إلى مربع الحرب الشاملة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي. من جهته حذر القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي المملكة السعودية مما أسماه مغبة الاستمرار في استهداف البنوك اليمنية، وقال إنهم لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات التي وصفها بالعدوانية. في المقابل لم يصدر عن الرياض أي تعليق أو رد على التهديدات الحوثية، ما يفتح الباب للتكهن حول حقيقة الموقف السعودي وقدرته على كبح جموح الميليشيا في حال قررت فعلا استهداف المصالح السعودية. في الأثناء يدور حديث عن ضغوط أممية وإقليمية لأثناء الحكومة عن قراراتها مقابل تسوية سياسية ضمن ما تسمى خارطة الطريق للسلام في اليمن. أبعاد التهديد الحوثي ودلالات الصمت السعودي نبحثه مع ضيوفي الزوايا بعد متابعة هذا التقرير. بات واضحا وجع ميليشيا الحوثي من القرارات الاقتصادية التي يتخذها البنك المركزي في عدن، ففي كل خطبه وكلماته الأخيرة يحرص زعيم الميليشيا على تحذير السعودية، مستخدما ألفاظ التهديد والوعيد المباشر، بل إنه صار يسمي أهدافه بشكل واضح. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. لن نقبل منكم أبدا أن تتجهوا اتجاها عدوانيا إجراميا أحمقا غبيا، لا أحد يفعل مثله في كل الدنيا. بالمقابل ثمة تجاهل سعودي للتهديدات الحوثية بكل مستوياتها، وهو موقف ذي دلالات عدة، منها ما يفهم بأنه محاولة لاستيعاب الحوثيين بشيء من المرونة تحت لافتة التسوية المرتقبة، أو أنه صبر الحليم القوي، أو فإنه صمت الحذر الخائف على مصالحه وموارده، وهو ما أشارت إليه نائبة المبعوث الأمريكي لدى اليمن أليسون مينر في مقالة نشرتها الأسبوع الماضي. قالت فيها إن استهداف منابع النفط والعصا الغليظة التي يلوح بها الحوثيون من حين لآخر لتخويف دول الخليج خصوصاً السعودية، وأضافت أن الحوثيين يستغلون مخاوف الرياض وأبوظبي على أمنهما القومي، وأن لديهم مخططاً عسكرياً للسيطرة على منابع النفط والغاز. يحاول الحوثي ربط معركته الاقتصادية بغزة، يصر على إلصاق تهمة خيانة فلسطين بكل من يقف ضد حربه على اليمنيين، وتأخذه العزة بالقوة ليهدد السعودية رغم مرونتها الواضحة تجاهه، حد الضغط على الحكومة لتقديم التنازلات في كل جولة محادثات. في هذا السياق يدور حديث عن ضغوط أممية عبر قنوات سعودية وعمانية لدفع الشرعية للتراجع عن بعض القرارات الاقتصادية التي أربكت الحوثيين فعلاً، وتوشك أن تدفعهم لخطوات أكثر جنوناً باتجاه حرب ربما تجر على الشعب اليمني معاناة أكثر سوءاً مما سبق. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا ضيوف حول مناقشة هذه التداعيات الأخيرة فيما يتعلق بالمعركة الاقتصادية الآن الحاصلة، وأبعاد التهديد الحوثي، ودلالات الصمت السعودي. وكما أشرنا من قبل في أن المجلس الرئاسي كانت لديه اشتراطات للمشاركة في مفاوضات دعا إليها المبعوث الأممي في الملف الاقتصادي، محذرا ميليشيا الحوثي من العودة إلى مربع الحرب الشاملة. وأيضا أكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط وتوحيد العملة الوطنية وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي. لكن بالمقابل
حذر القيادي في الميليشيا محمد علي الحوثي المملكة السعودية ما أسمى مغبة الاستمرار في استهداف البنوك اليمنية، وقال إنهم لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات كما سماها، التي وصفها بالعدوانية. وفي المقابل يعني الرياض لم تعلق أو ترد على التهديدات الحوثية. هنا ما يفتح الباب يعني للتكهن حول حقيقة الموقف السعودي وقدرته على كبح جموح الميليشيا في حال قررت فعلا استهداف المصالح السعودية. ولكن هناك أيضا يعني يدور حديث حول ضغوط أممية وإقليمية لإثناء الحكومة عن قراراتها مقابل تسوية سياسية ضمن ما تسمى خارطة الطريق للسلام في اليمن. فنحن الآن نحاول التواصل مع ضيوف الحلقة لمناقشة أبعاد التهديد الحوثي ودلالات الصمت السعودي. سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. كنا وما زلنا ننقل لكم الصورة كما هي. بلقيس صوت اليمنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وبالعودة للحديث عن المعركة الاقتصادية، أبعاد التهديد الحوثي ودلالات الصمت السعودي، ينضم إلينا المحلل السياسي العماني عوض باقوير. مرحبا بك معنا السبع وفاة. اهلا وسهلا بكم كل المشاهدين قناتكم الكريمه. حياك استاذ عوض، كيف تتابع التهديدات الحوثيه للرياض باستهداف المصالح السعوديه كالمطارات والموانئ؟ الحقيقه يعني اجد حقيقه صعوبه كبيره في تفسير هذه التهديدات من جماعه المصالح السعوديه للمملكه العربيه السعوديه، خاصه انه هناك مناخ فيما يتعلق بمفاوضات السلام بين اليمنيين، حدث في مسقط قبل ايام بحضور ان شاء الله بحضور الحكومه اليمنيه وايضا الوفد السعودي واممي، وهناك مؤشرات على انه يعني انهاء ملف الاسرى سوف يكون يعني نافذه جديده ل يعني معالجه الملف الاساسي وهو خارطه طريق السلام بالنسبه للدوله اليمنيه القادمه. وبالتالي هذه التصريحات يعني سواء من رئيس الجماعه السعوديين او من بعض المسؤوليه اعتقد لا يصب في مصلحه هذا المناخ السلمي ولا يصب في مصلحه الجهود السياسيه التي تبذلها بلادنا سلطنه عمان في يعني ايجاد حل سياسي شامل تعود اليمن الى طبيعته والى السلام والاستقرار. وبالتالي حقيقه يعني هذه التصريحات غير يعني سلبيه ولا تخدم مصلحه اليمن ولا تخدم مصلحه المنطقه. وبالتالي اعتقد انه هذه التصريحات اولا هي في تصوري ليست بالجديه التي يمكن الحديث عنها بشكل كامل. هي تكتيكات يعني تعودنا عليها من السعوديين اذا هناك طبعا مطالب محدده. وبالتالي أنا شخصيا لا أعول عليها كثيرا، هي تصريحات تبقى في هذا الإطار تكتيكية ربما لديها أهداف. نعم أستاذ، أستاذ يعني عوض، أنت أشرت إلى أن ربما تهديدات وراها مطالب محددة، ما هي المطالب المحددة ربما التي تقصدها التي تبرر هذا التلويح الحوثي؟ يعني انا اعتقد انه كما تعلمون انه هناك الوضع في الشمال في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها اليمنيين السعوديين في صنعاء هناك مشاكل اقتصاديه ما في شك في ذلك، يعني هناك الرواتب، هناك مشاكل فيما يتعلق ب هناك الان هناك هجمات الامريكيه والبريطانيه على السعوديين في يعني في اطار الملاحه في البحر الاحمر، وهناك ضغوط عليهم ضغوط شديده يعني.
وبالتالي ربما تكون هذه التصريحات تأتي في أطار هذه التكتيكات، ويعني ربما يأتي في إطار تخفيف الهجمات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين، وبالتالي مثل هذه التهديدات ضد المملكة العربية السعودية هي تهديدات مرفوضة ولا تخدم السلام في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد كما أشرت دائما هذه يعني التهديدات هي تكتيكية أكثر منها فعلية، وبالتالي يعني هو عملية خلط أوراق حقيقة من الحوثيين، ولا تخدم في النهاية لا قضية اليمن ولا قضية يعني السلام في المنطقة بشكل عام. وبالتالي من شخصيا لا أعول عليها كثيرا هذه التهديدات. نعم، فيما يتعلق ب كما يفسرها البعض يعني الصمت السعودي من التهديدات الحوثية، في أي إطار تأتي أو في أي تكتيك يأتي هذا الصمت السعودي جراء تصريحات الحوثيين الآن؟ أنا أعتقد أنه نفس الطرح، يعني أعتقد المسؤولين في السعودية ربما يعني وجدوها كما أشرت يعني تهديدات اللي قلت لك حق الرد يعني، وبالتالي يعني ربما هذا يكون هو التفسير الأقرب للحقيقة، لأنه تهديدات الحوثية ليست هي الأولى يعني، بين فترة وأخرى وفي إطار المشاكل الاقتصادية وفي إطار الإشكالات الآن مع الأمريكيين والبريطانيين، وبالتالي هم الآن ربما يكونوا في مأزق أتوقع يعني، لأنه خاصة إذا ما انتهت صفقة السلام صفقة تبادل الأسرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالرعاية المصرية القطرية والأمريكية، أعتقد أنه سيكون هناك أيضا بالنسبة لهم أيضا فراغ، وقد يجدون أنفسهم في إطار ضغوط سياسية أكاديمية تتفرغ بعد انتهاء حرب غزة. وبالتالي أعتقد أنه هذه التهديدات تنطلق في هذا الإطار، وبالتالي يعني المسؤولين في المملكة العربية السعودية رأوا أن بهذه التصريحات لا تستحق الرد، وبالتالي يمكن تفسير الهدوء السعودي أو الصمت السعودي كما شفت. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عوض. ينضم إلينا أيضا الصحفي حفظ الله العميري، مرحبا بك معنا أستاذ حفظ الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. حياك أستاذ حفظ. فيما يتعلق بقراءتك لتكرار التهديدات الحوثية للسعودية وعلى كل المستويات وآخرها زعيم الميليشيا، كيف تقرأها؟ أولا هذه التهديدات ليست جديدة، هنا هذه التهديدات انطلقت منذ أن ظهر الحوثي وكان يطلق التهديدات وأغراها التنازلات السعودية منذ صعدة وحتى وصل إلى قنعاء وعدن، والآن يكرر هذه الابتزازات ويكرر هذه التهديدات مستغلا الصمت السعودي وأيضا مستغلا التنازلات السعودية وخوفها على المصالح الاقتصادية وأيضا تماهيها بعض الشيء فيما يخص التساهل مع الحوثي واعتبار ان الحوثي قوه يمكن ان يتم اتفاق سلام معها او يكون يعني كقوه يمكن ان تتصالح معها السعوديه، ولذلك الحوثي الان هو يعتبر نفسه انه قوه دوليه يعني يواجه امريكا واسرائيل، فمعتبر ان السعوديه هي عباره عن في خطابه العام ان السعوديه يساد على امريكا واسرائيل، فالنفس الذي حصل للسعودية وخاصة من الإعلام الغربي هذه الأيام بأن الحوثي كانت معركتهم معه يعني صعبة جدا وأن هزمت حاملة الطائرات وغيرها من النفق الذي يتم للحوثي أشعروا بأنه قوة دولية وأن رأسه أصبح برأس أمريكا وأن السعودية عبارة عن قشة سيقتل ظهرها. الصمت السعودي أغرى الحوثي والتنازلات تلو التنازلات أغرت الحوثي فعليا من اجل ان يمارس هذه الابتزازات ويكررها. الحوثي يسعى نشر هذه الابتزازات، مارس ابتزاز قبل ايام عندما كتب الناطق العسكري ثلاثة ايام هذا الابتزاز سوقه لانصاره بانه انتصار وقال نحن انتصرنا على السعوديه بدون ان نسفك قطره دم، وهذه الابتزازات الان يكررها ويريد المزيد. كلما تنازلت السعوديه وكلما تنازلت الحكومه الشرعيه وقدمت تنازلات سيطمح الحوثي بالمزيد، الحوثي يريد ان يحكم اليمن وحتى ما جوار اليمن. هذه الميليشيا تعتقد ان الله اوصلها بالحكم ليس فقط في اليمن وانما الجزيره العربيه والاسلام والمسلمين. وضحت، شكرا لك. الابتزازات هي تاتي في هذا الاطار. نعم،
شكرا لك الصحفي حفظ الله العميري. ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي والعسكري سعيد القليصي. مرحبا بك معنا أستاذ سعيد. مرحبا أستاذ الكريم، تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيوفك الكرام. حياك الله. فيما يتعلق بتكرارات التهديد، في كيف تقرأ أو برأيك ما الذي يجعل، يعني إذا ما تحدثنا عن ما الذي يجعل الميليشيا تتشجع على تهديد السعودية في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. ما يقوم به الحوثيون الآن من تهديدات مباشرة للمملكة العربية السعودية، أنا أعتقد أنها زوبعة في فنجان. هم يعني تضرروا كثيرا من القرارات البنك المركزي اليمني فرع عدن أو المركز الرئيسي عدن، فهم لا يوجه دائما اللوم على الحكومه الشرعيه، انما يتعاملوا مباشره مع تحالف الاراضي السعوديه. يعني هم اضرتهم كثيرا تلك القرارات فيلجؤوا لتهديد السعوديه، لكن انا ارى ان التهديدات لا ترك للسعوديه عشان ترد عليهم. يعني السعوديه دائما وابدا يعني ليس من مشكلة الحوثيين أو إنما من زمان إن يلتزمون الصمت في مثل هذه الجلة ولا يدخلون في مهاترات إعلامية. أنا أعتقد أن الحوثيين ردة فعل مشى القرارات فيهددون السعودية، لكن أنا أرى تهديداتهم لم تثير انتباه السعودية أو التحالف بشكل عام. نعم نعم. دعني أعود للأستاذ عوض باقوير. أستاذ عوض، فيما يتعلق ب اتجاه الأمور الآن في حال فعلا الحوثيين نفذوا تهديداتهم، إلى أين تتجه الأمور؟ أستاذ عوض، هل سمعت السؤال؟ عوض باقوير، هل أنت معنا؟ أستاذ عوض باقوير، هل تسمعني؟ بلا. ألو. طيب نعود للأستاذ سعيد. أستاذ سعيد، فيما يتعلق لضيق الوقت، يعني إلى أين تتجه الأمور في حال فعلا الحوثيين نفذوا تهديداتهم؟ أنا لا أعتقد أن الحوثيين سينفذوا تهديداتهم، لأن الوضع اليمني يحتم عليهم تهديدات فقط، لانه انا ما اعتقد ان السعوديه ستسكت او حتى التحالف الدولي المنوط به محاربه الارهاب الحوثي سيسكت. فالحوثيين ليس من مصلحتهم اثاره المشاكل او استهداف مناطق حساسه في المملكه في هذا التوقيت بالذات. يعني فانا اعتقد انها زي ما قلت لك جوبعه فيهيان، وهي رده فعل القرارات المتخذه من الحكومه الشرعيه. لكن في منظوري العسكري ان الحوثيين لو تعدوا واستهدفوا حتى في مناطق الاشتباكات في الحدود، فان المملكه انا اعتقد انها ستوعز القوات الحكوميه بالتقدم وفتح جبهات وبدع المعارك البريه. لكن استاذ سعيد، لماذا يعتقد الحوثيون ان السعوديه هي المسؤول المباشر عن قرارات الشرعية؟ هم من بداية الأحداث، من بداية الانقلاب، وهم أو من بداية أيام عاصفة الحزم، الحوثيين لم يكونوا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بشكل مباشر إلا من خلال المفاوضات التي تقرها الأمم المتحدة. هم يعتقدون أن حتى القرارات التي تتخذها الشرعية هي بإعاز من المملكة العربية السعودية، لذلك هم يتخاطبون مع المملكة دائما وأبدا، لا يعيروا اهتمام للقرارات الشرعية أو يتكلمون مع القوات الشرعية، لأنهم هم يعتبروا أنفسهم هم من يحكم اليمن، فلذلك لا يتعاملوا تماما مع الحكومة الشرعية حتى في تهديداتهم، حتى في التهديدات العسكرية لم يتكلموا على القوات الشرعية، إنما يخاطبون المملكة مباشرة، وهذا منذ قيام عاصفة الحزم. نعم. فيما يتعلق بفعلا هذه الرغبة الحوثية الآن
لمخاطبة السعودية بشكل مباشر؟ هل تعتقد أن السعودية، يعني لو كان لديك إجابة سريعة، هل تعتقد أن السعودية ستمنح الحوثيين هذا تحقيق هذه الرغبة في خارطة الطريق القادمة؟ لا 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 أعتقد، لا أعتقد أصلا القرارات المتخذة الآن من البنك المركزي هي أعتقد أنا ويعتقد الكثيرون أنها بتوافق مع السعودية، والقرارات الآن السعودية اتخذت منحنى تماما بالتعامل مع الحوثيين. فالآن الوضع أنا أرى في منظوري أنها تتعامل معهم اقتصاديا لإرغامهم على قبول خارطة الطريق المعدلة وليست المثارة من قبلهم، لأن المعدلة وافقت عليها الحكومة الشرعية ولم توافق على خارطة الطريق المقدمة من قبل 6 أشهر. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والعسكري سعيد القليصي، وأيضا الشكر موصول للمحلل السياسي العماني عوض باقوير، وأيضا الشكر موصول للصحفي حفظ الله العميري. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معدها ودي عطا، وفي أمان الله.